كابتن علاء، مجهود كبير من اللعيبه على مدار الشوطين، يمكن زي ما قال الكابتن شريف اتحركنا شويه الشوط الثاني، ولكن 2-0 برضه تعتبر نتيجه مقبوله. هو نتيجه مقبوله للفرق امكانيات يا ايمن. في الاول بقول لك لازم نعرف في فرق امكانيات بين اللعيبه على المستوى الفردي والجماعي، وبعدين فرق احتكاك كمان. الدوري الالماني دوري قوي جدا جدا جدا، وده دايما احتكاك بتاعهم اقوى حاجه واعلى حاجه. لكن المباراه كانت مرهقه جدا 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 بدنيا مبدئيا، لازم نعرف كده. صحيح. لعيبه النادي الاهلي بذلوا مجهود قوي جدا، خصوصا الشوط الثاني، مجهود مشرف الشوط الثاني، شوط محترم بغض النظر عن اداء بايرن الشوط الثاني، لكن انا بتكلم على الشكل بتاع الشوط الاول. لكن احنا هنا الكلام هنا بين الشوطين يا ايمن، قلنا خلاص احنا جه فينا جول نلعب خلاص. صح. الموضوع انت مش خلاص مش يعني مش طمعان تكسب البايرن، بس على الاقل تلعب لعبك العادي. الناس كلها احترمتك الشوط الثاني، شكلك الى حد كبير احسن. الهدف الثاني جه ممكن كانش يجي خالص. صحيح. لكن هو جه برضه ممكن يكون خطا. لكن اللي انا عايز اقوله مجمل المباراه، قبل المباراه جمهور النادي الاهلي دايما كان نفسه في حاجه. صحيح. الناس كلها، وعلى فكره دي حاجه مشروعه مش عيب. صحيح. لكن انت دايما ما يكون نفسك في حاجه، انت عندك ثقه في فرقتك، انت فريق ما شاء الله كبير جدا واسمك كبير جدا جدا جدا. صحيح. لكن دايما في الاخر الكوره شئنا ام ابينا في امكانيات، في فروقات في الملعب كتيره جدا جدا. صحيح. الفروقات النهارده هي اللي كانت ظاهره. يمكن يؤخذ لعيبه النادي الاهلي الشوط الاول حته ان هو توتر وخوف شويه، في قلق جامد جدا. صحيح. واضحه جدا. صحيح. القلق ده يا ايمن بين الشوطين مستر موسيماني غالبا شاله، ان هو مش عايز حاجه مباراه. أي. يعني انت خسران 1-0، فالعب انزل الشوط الثاني العب لعبك العادي. حتى لو زي ما بقول لك انا بايرن مش ما بقاش طمعان قوي، لكن واضح ان هو فليك بعد الهدف انا قلتها يا ايمن بين الشوطين قام ومبسوط. صح. لان هو في حاجه يا ايمن الفريق الالماني عملها، وعلى فكره دي حاجه حلوه قوي في النادي الاهلي، ان فريق المانيا احترمك جدا جدا جدا. صحيح. حتى طريقه الكلام في المؤتمر الصحفي، كيميتش فيليك بيتكلموا عن النادي الاهلي بقمه الاحترام. لما تلاقي فريق كبير زي بايرن ميونخ بيتكلم عليك كده، لازم تعرف ان هو مركز كويس قوي. طبعا. وعارف بيقابل مين. طبعا. وقلق، بس قلق مش سلبي، هو قلق ايجابي. قلق ايجابي ان هو عايز يخلص من المهمه دي وبسرعه شويه، لان هو عارف بيلعب فريق كبير جدا، ممكن الكوره ما فيهاش حاجه مضمونه. عشان كده بقول لك فرحته بعد الهدف تحس انه بيلعب على النهائي، عشان هو عايز الهدف ده. أيوة. ولما كانش جاب الهدف ده في الاول، وكنا حتى بنتكلم انا وهاني، كان برضه هتلاقيه ضاغط وعايز يجيب الهدف ده بسرعه، عشان هو قبل الماتش يا كابتن مع بدايه الماتش ووقفته على الخط، وهو حتى كان بيلبس الكمامه، باين عليه التركيز قوي، وباين عليه ان واخد زي ما اتكلمنا واخدين المباراه بجديه كبيره جدا. مش يومها يعني، وده طبيعي. مش يومها. نعم. مش يوم المباراه كمان، قبلها. لا بطبيعي، حتى قبلها بتكلم عنك بمنتهى الاحترام. طبعا دي حاجه طبعًا كويسه طبعًا جدا. انت في مكانه غير خالص. صحيح. كان هو بيتكلم عليك كده بلعبتك، يقول لك احنا عارفين النادي الاهلي، عارفين لعيبته، هو احترمك كويس قوي. بعد طبعًا الهدف الهدوء والفرحه دي برضو هو قلق من جواه، بس قلق يا ايمن، هو كان ضغط عليك قوي عايز الهدف ده. بعد الهدف خلاص، يمكن الشوط الاول خلص 1، كان ممكن يخلص اكتر من كده. الشوط الثاني هو مش مستعجل على المكسب، بس انت شكلك احسن. مجهود مشرف لعيبه النادي الاهلي جدوا كتير قوي الشوط الثاني، بدات تظهر ملامح شويه من النادي الاهلي، تحركات نوعا ما. خلاص بص يا ايمن، اسوأ حاجه تصيب لعيب الكوره التوتر. أيوه. والله مش بدني ولا حاجه، البدني التوتر مش بدني كمان. حتى وانا تعبان قوي، انا لعيب كوره كويس هعرف ابص على الاقل وانا واقف، انما طول ما انا متوتر وفي حاجات كتير قوي في دماغي قلق. أيوه. اعتقد لعيبه النادي الاهلي كانت نوعا ما في توتر شويه. صحيح. وحته ان هو عايز يلعب بايرن ميونخ وممكن يكسب وكده، برضو انت دماغك مشغوله بحاجات كتير قوي. مظبوط. مستر موسيماني عمل الحاجه اللي كانت مطلوبه من الشوط الثاني. مظبوط. اللي هو هدى شويه اللعيبه، خلاص ما انا مش طمعان في المباراه، لكن على الاقل العبوا لعبوكوا العادي. وده حصل الشوط الثاني. صحيح. مجهود ممتاز لعيبه النادي الاهلي، خلاص المباراه انتهت، صفحتها اتقفلت. على فكره حصل النهارده شيء متوقع وما فيهوش مشكله. طبعا. في حاجات في الكوره دايما متوقعه على فكره. أوه. مش غريبه. أوه. فما بتحصل ماشي، لكن خلاص ما نزعلش. لا خالص، بالعكس. لا بص يا ايمن، انت رايح البطوله دي ما فيهاش زعل. أيوه. انت رايح البطوله دي زي ما بقول لك انا، اللي هو العادي المطلوب منك العادي بالنسبه. أيوه. لك عملته مع الدحيل. مزبوط. بعد كده انت بتدور على مركز. ما حصلش النهارده مع بايرن ميونخ، ان شاء الله مع بالميراس تلعب يا رب، ان شاء الله توصل ببرونزيه بشكلك بادائك، بعيد خالص عن التوتر، بقينا الضغوطات خالص باذن الله رب العالمين.